جني وأنت من أنت؟ أنا طارق. طارق؟ نعم طارق شكري، من أين أنت يا جني؟ من هنا. من هذا المصباح؟ نعم من هذا الفانوس. من المصباح أم من الفانوس؟ المصباح هو الفانوس. أنت كبير والفانوس صغير. يا طارق، هل هي أختك؟ لا هي أمي. هيا يا طارق، بابا في غرفة الجلوس. نعم يا ماما. أين الحقيبة؟ حقيبتي أم حقيبتك؟ حقيبتك. حقيبتي هنا. طيب وأين المسجلة؟ المسجلة هنا. والمصباح؟ المصباح هنا أيضا. والخريطة؟ هي هنا أيضا. وجواز السفر؟ هو هنا كذلك. والبطاقة البنكية؟ هي هنا. وكراسك؟ الكراس في الحقيبة كذلك. طيب يا أمين، هذه نور زوجتي. تشرفنا يا سيدة نور. مرحبا يا سيد أمين. وهذا طارق ابني. أهلا وسهلا يا طارق، كيف حالك؟ أنا بخير شكرا. أين التذكرة يا أمين؟ التذكرة هناك، هناك في الجيب. يا أمين يا أمين، التاكسي هنا يا عصام. طيب وأين الكاميرا؟ هل الكاميرا هي آلة التصوير؟ نعم هي هنا. آه وهذه ريم ابنتي. أنت مصورة ممتازة يا ريم. من أنت؟ من أنت؟ أنا جني وأنت من أنت؟ أنا جني وأنت من أنت؟ أنا طارق. أنا طارق. من أين أنت يا جني؟ من أين أنت يا جني؟ من هذا الفانوس. من هذا الفانوس. المصباح هو الفانوس. المصباح هو الفانوس. أنت كبير والفانوس صغير. أنت كبير والفانوس صغير. هيا يا طارق، هيا يا طارق. بابا في غرفة الجلوس. بابا في غرفة الجلوس. أين الحقيبة؟ أين الحقيبة؟ حقيبتي أم حقيبتك؟ حقيبتي أم حقيبتك؟ المسجلة هنا. المسجلة هنا. المصباح هنا أيضا. المصباح هنا أيضا. الكراس في الحقيبة كذلك. الكراس في الحقيبة كذلك. هذه نور زوجتي. هذه نور زوجتي. تشرفنا يا سيدة نور. تشرفنا يا سيدة نور.
أهلا وسهلا يا طارق، كيف حالك؟ أهلا وسهلا يا طارق، كيف حالك؟ التاكسي هنا يا عصام، التاكسي هنا يا عصام. هل الكاميرا هي آلة التصوير؟ هل الكاميرا هي آلة التصوير؟ ألو، صباح الخير يا نور. عصام كيف حالك؟ بخير الحمد لله، وأنت؟ الحمد لله. أين أنت؟ أنا في المدينة المنورة في الفندق. ممتاز، ها هو طارق. بابا، كيف الحال يا طارق؟ أنا بخير. هل المدينة المنورة هي مدينة الرسول؟ نعم، أنت تلميذ جيد يا طارق. شكرا يا بابا. ها هي ريم. بابا، هل أنا تلميذة جيدة أيضا؟ نعم يا حبيبتي. وأين السيد أمين؟ هو في الغرفة. إلى اللقاء يا بابا. إلى اللقاء يا ريم. ما هذا؟ هذا دليل المدينة المنورة. لا، هذا دليل جدة. آسف آسف آسف، أين دليل المدينة المنورة؟ في الغرفة. أين في الغرفة؟ في الحقيبة. هذه مدينة جميلة. نعم، ومهمة أيضا. ذاك الحي الجديد أين؟ هناك، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أين هو؟ هناك في الحي القديم. إلى نور وطارق وريم، السلام عليكم. أنا في المدينة المنورة، وهذه صورة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه خريطة السعودية. السعودية؟ نعم، بابا والسيد أمين في السعودية. لا، بابا في المدينة المنورة. والمدينة المنورة في السعودية. هنا. صباح الخير يا نور. صباح الخير يا نور. عصام كيف حالك؟ عصام كيف حالك؟ بخير الحمد لله، وأنت؟ بخير الحمد لله، وأنت؟ أنا في المدينة المنورة. أنا في المدينة المنورة. كيف الحال يا طارق؟ كيف الحال يا طارق؟ هل المدينة المنورة هي مدينة الرسول؟ هل المدينة
المدينة المنورة هي مدينة الرسول؟ أنت تلميذ جيد يا طارق. أنت تلميذ جيد يا طارق. إلى اللقاء يا بابا. إلى اللقاء يا بابا. إلى اللقاء يا ريم. إلى اللقاء يا ريم. هذا دليل المدينة المنورة. هذا دليل المدينة المنورة. هذه مدينة جميلة. هذه مدينة جميلة. ذاك الحي الجديد. ذاك الحي الجديد. ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أين هو؟ ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أين هو؟ هناك في الحي القديم. هناك في الحي القديم. أنا في المدينة المنورة وهذه صورة مسجد الرسول. أنا في المدينة المنورة وهذه صورة مسجد الرسول. عفواً. لا عليك، صورة جميلة. نعم دون شك. هل أنت أجنبي؟ نعم. من أين أنت؟ أنا من الأردن. وأنت؟ أنا من هنا، أنا سعودي، اسمي ياسين. تشرفنا، وأنا عصام. أهلاً وسهلاً. هل أنت وحدك هنا؟ لا لست وحدي، أنا مع صديق. أين هو؟ هناك يا أمين، تعال من فضلك. هل ذاك صديقه؟ نعم، الأخ أمين، هو أردني أيضا. مرحبا يا أمين، اسمي ياسين. تشرفنا يا ياسين. مرحبا بكما في السعودية. شكرا. يا ياسين، هل أنت مرشد؟ لا، ولكن لما لا؟ هيا بنا. إلى أين؟ إلى الميناء، إلى السوق. هذه مدينة مهمة. هل هناك مطعم في هذا الشارع؟ نعم هناك. وما مهنتك يا ياسين؟ أنا مهندس ومدير شركة. شركة؟ نعم، شركة نفط في الدمام. عفوا، القهوة، الشاي والماء. سكر يا أمين؟ لا شكرا. عصام؟ نعم من فضلك. وأين الدمام؟ هذه
خريطة المملكة العربية السعودية. هنا جدة وهنا الدمام تقريبا. وكيف تذهب من هنا إلى هناك؟ بالطائرة. عفوا. لا عليك، صورة جميلة. لا عليك، صورة جميلة. هل أنت أجنبي؟ من أين أنت؟ أنا من الأردن، وأنت؟ أنا من الأردن، وأنت؟ أنا من هنا، أنا سعودي، اسمي ياسين. أهلا وسهلا، هل أنت وحدك هنا؟ لا، لست وحدي، أنا مع صديق. يا أمين، تعال من فضلك. مرحبا بكما في السعودية. يا ياسين، هل أنت مرشد؟ هل هناك مطعم في هذا الشارع؟ وما مهنتك يا ياسين؟ أنا مهندس ومدير شركة. أنت مهندس ومدير شركة وطيار. الهندسة مهنتي والطيران هوايتي. هل هذه طائرتك؟ نعم، هي طائرتي وطائرة أسرتي. وهل تسكن مع أسرتك؟ أسرتي كبيرة، وأنا أسكن مع زوجتي وابنتي جميلة وابنتي فاطمة وابنتي صباح فقط. فقط؟ نعم، ابن عمر يسكن ويعمل في البحرين، هو مهندس أيضا، وعلاء الدين طبيب في الكويت وهو متزوج، وعلي طالب في لندن، هو يدرس علم الأحياء وهو عازب. هذه أسرة كبيرة فعلا. نعم، هذه صورة علي في... ماذا يحدث؟
لا شيء، لا وقود في الطائرة. لا وقود في الطائرة دي هو لا شيء. هل أنت تمزح؟ لا والله. يا الله أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هل أنت بخير يا أمين؟ نعم. وأنت يا عصام؟ لا بأس. وأنت؟ الحمد لله، الحمد لله. أين نحن الآن؟ نحن في وسط الصحراء. وإلى أين نذهب؟ إلى اليمين، إلى اليسار، إلى الأمام؟ ما ذاك؟ أين؟ هناك. تلك قافلة جمال، هيا بنا. يوحو يوحو. من أين هذه الصورة؟ من صحراء الدمام. وأين صحراء الدمام؟ هذه خريطة السعودية، ها هي. الدمام، انظر، صحراء الدمام هنا. هذا بابا وهذا الرجل الموسخ، من هو؟ أين؟ فوق الجمل. ذاك أمين. انظر كيف يركب يا طارق. هو يركب بالمقلوب. هذه صورة مضحكة. أنت مهندس ومدير شركة وطيار، أنت مهندس ومدير شركة وطيار؟ الهندسة مهنتي والطيران هوايتي. الهندسة مهنتي والطيران هوايتي. هل هذه طائرتك؟ هل هذه طائرتك؟ هذه أسرة كبيرة فعلا. هذه أسرة كبيرة فعلا. ابن عمر يسكن ويعمل في البحرين. ابن عمر يسكن ويعمل في البحرين. ماذا يحدث؟ ماذا يحدث؟ لا شيء، لا وقود في الطائرة. لا شيء، لا وقود في الطائرة. هل أنت تمزح؟ هل أنت تمزح؟ أين نحن الآن؟ أين نحن الآن؟ نحن في وسط الصحراء. نحن في وسط الصحراء. وإلى أين نذهب؟ إلى اليمين، إلى اليسار، إلى الأمام؟ وإلى أين نذهب؟ إلى اليمين، إلى اليسار، إلى الأمام؟ من أين هذه الصورة؟ من أين هذه الصورة؟ هو يركب بالمقلوب. هو يركب بالمقلوب. هذه صورة مضحكة. هذه صورة مضحكة. Thank you.
ها نحن في الحي القديم. هذا حي مزدحم دون شك. وأين دكان صديقك؟ هذا رقم 9 وهنا 11 13 هنا. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا. السيد رضوان من فضلك؟ السيد رضوان لا يعمل هنا الآن. وأين هو؟ هو يعمل في دكان آخر. وأين هذا الدكان؟ هو دكان كبير قرب المسجد الأقصى. وكيف أذهب إلى هناك؟ اذهب إلى اليمين وفي منتصف الشارع إلى اليسار، هناك دكان السيد رضوان جانب البنك. شكرا جزيلا. عفوا. هيا بنا يا أمين. رضوان. عصام كيف الحال؟ بخير الحمد لله، وأنت كيف حالك؟ الحمد لله. تفضل تفضل، مرحبا. هذا أمين. أهلا وسهلا. تشرفنا. كيف حال العائلة؟ هي بخير أيضا الحمد لله. هل تشرب شيئا؟ لما لا، شاي من فضلك. وأنت يا أمين؟ أنا أيضا. حاضر. يا رضوان هل عندك سجادة صغيرة؟ طبعا، ما رأيك في هذه؟ هي جميلة جدا، ما ثمنها؟ لا والله، هي هدية من صديق إلى صديق، وأنت صديقي، أليس كذلك؟ أنت على حق، بارك الله فيك. انظر يا عصام، ما رأيك في هذا الفانوس؟ هو فانوس جميل جدا. نعم، أنت على حق. يركب علاء الدين سجادة، وتطير السجادة من سماء الهند إلى سماء الصين. ماذاك يا ماما؟ هذه سجادة. سجادة؟ هل تطير؟ انظري يا ريم، تلك مدينة القدس. وأين بابا والسيد أمين؟ ها نحن في الحي القديم. ها نحن في الحي القديم. هذا حي مزدحم. هذا حي مزدحم. وأين دكان صديقك؟ وأين دكان صديقك؟ السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا. وعليكم السلام، مرحبا. السيد رضوان لا يعمل هنا الآن. السيد رضوان لا يعمل هنا الآن. هو يعمل في دكان آخر. هو يعمل في دكان آخر. هو دكان كبير قرب المسجد الأقصى. هو دكان كبير قرب المسجد الأقصى. اذهب إلى اليمين وفي منتصف الشارع إلى اليسار. اذهب إلى اليمين وفي منتصف الشارع إلى اليسار. هيا بنا يا أمين. هيا بنا يا أمين. كيف حال العائلة؟ كيف حال العائلة؟ هل تشرب شيئا؟ هل تشرب شيئا؟ يا رضوان هل عندك سجادة صغيرة؟ يا رضوان هل عندك سجادة صغيرة؟
هي جميلة جدا، ما ثمنها؟ هي جميلة جدا، ما ثمنها؟ هي هدية من صديق إلى صديق. هي هدية من صديق إلى صديق. انظر يا عصام، ما رأيك في هذا الفانوس؟ انظر يا عصام، ما رأيك في هذا الفانوس؟ تطير السجادة من سماء الهند إلى سماء الصين. تطير السجادة من سماء الهند إلى سماء الصين. عجيب، أليس كذلك؟ نحن أمام التاريخ. رائع. ما مهنتكما؟ نحن صحفيان. هل تعملان في صحيفة؟ نعم. ومن أين أنتما؟ نحن من عمان. وماذا تفعلان في القاهرة؟ نحن نعد استطلاعا. استطلاعا؟ نعم، نريد أن نكتب كتابا. انظر يا عصام. ماذا؟ الكتابة الهيروغليفية. هل تفهم شيئا؟ لا، لا أفهم شيئا. هذا كلب، وهذه حية، وهذا طائر، وهذا باب. من فضلك أريد أن أكتب هذا. وأنا أريد أن أصور الكتابة. تفضل. ماذا خلف هذا الباب؟ هناك قاع. أريد أن أدخل إلى هذه القاع. وأنا أيضا. أنا آسف، أنا لا أدخل إلى هناك أبدا. لما لا؟ أنا أريد أن أزور هذه القاعة وصديقي أيضا. لا، هذا مستحيل، مستحيل. من فضلك يا جني. هل أنت مجنون؟ لا، أنا لست مجنونا، أريد أن أزور هذه القاعة فقط. هذا مستحيل. أرجوك. هذا مستحيل. هذا أمر يا جني. أمري لله. أدخل، أدخل، أدخل. يا جني، ماذا تريد الآن؟ أريد أن أخرج. ماذا تقول؟ أريد أن أخرج. ولماذا تريد أن تخرج؟ أنا خائف. خائف؟ أنت خائف؟ نعم، أرجوك يا جني. طيب، أخرج. ماذا تفعل يا طارق؟ لا شيء، أنظر إلى صورة الهرم. والتمرين. التمرين؟ نعم، هذا التمرين يا طارق. عجيب، أليس كذلك؟ نحن أمام التاريخ. عجيب، أليس كذلك؟ نحن أمام التاريخ. ما مهنتكما؟
ما مهنتكما؟ نحن صحفيان. نحن صحفيان. هل تعملان في صحيفة؟ هل تعملان في صحيفة؟ ومن أين أنتما؟ ومن أين أنتما؟ نحن من عمان. نحن من عمان. وماذا تفعلان في القاهرة؟ وماذا تفعلان في القاهرة؟ نحن نعد استطلاعا. نحن نعد استطلاعا. الكتابة الهيروغليفية. الكتابة الهيروغليفية. هل تفهم شيئا؟ هل تفهم شيئا؟ من فضلك أريد أن أكتب هذا. من فضلك أريد أن أكتب هذا. ماذا خلف هذا الباب؟ ماذا خلف هذا الباب؟ أريد أن أدخل إلى هذه القاعة. أريد أن أدخل إلى هذه القاعة. أنا لا أدخل إلى هناك أبدا. أنا لا أدخل إلى هناك أبدا. من فضلك يا جني. من فضلك يا جني. هل أنت مجنون؟ هل أنت مجنون؟ لا، أنا لست مجنونا. لا، أنا لست مجنونا. ماذا تريد الآن؟ ماذا تريد الآن؟ أريد أن أخرج. أريد أن أخرج. ماذا تفعل يا طارق؟ ماذا تفعل يا طارق؟ لا شيء، أنظر إلى صورة الهرم. لا شيء، انظروا إلى صورة الهرم. تفعل يا طارق؟ أرتب الصورة في الألبوم. انظري، هذا أبو الهول. ماذا؟ أبو من؟ لا يا ريم، هو ليس أبا، اسمه أبو الهول. أريد ورقة، هل عندك ورقة؟ نعم، خذي ورقة. وأريد قلما أيضا. لماذا تريدين قلما؟ لأرسم. هل تريدين أن ترسمي هرما؟ لا، أفضل أن أرسم جملا. خذ القلم، والآن دعيني، أريد أن ألصق الصورة في الألبوم. يا طارق، والآن ماذا تريدين؟ ما اسم هذا؟ ذاك سنام. أنتما ماذا تفعلان؟ أنا أرتب الألبوم. وأنا أرسم جملا. هيا بنا جميعا إلى غرفة الجلوس. لماذا؟ أنا مرتاح هنا. وأنا أيضا. انظرا من في غرفة الجلوس. جدي. جدي.
ريم، طارق، كيف حالكما؟ اجلسا جانبي. هل تريدون شايا؟ أنا أفضل عصيرا يا ماما. ما هذا الكتاب يا طارق؟ هذا ليس كتابا، هذا ألبوم. عفوا. انظر يا جدي، انظر هذا أبو الهول. هو ليس أبا، اسمه أبو الهول. أجل، أنت على حق. وهذا جامع الأزهر، وهنا نهر النيل، الأهرام، القاهرة. ألو يا عصام، الناشر. نحن في مطار القاهرة إلى تونس. لا، لزيارة صديق هناك. لا، هو صديق أمين. شكرا، إلى اللقاء. نعتذر للسادة المسافرين عن تأخر الرحلة المتجهة إلى تونس لأسباب فنية، وشكرا. ماذا تفعل يا طارق؟ ماذا تفعل يا طارق؟ أرتب الصورة في الألبوم. أرتب الصورة في الألبوم. أريد ورقة، هل عندك ورقة؟ أريد ورقة، هل عندك ورقة؟ لماذا تريدين قلما؟ لماذا تريدين قلما؟ هل تريدين أن ترسمي هرما؟ هل تريدين أن ترسمي هرما؟ لا، أفضل أن أرسم جملا. لا، أفضل أن أرسم جملا. أنتما ماذا تفعلان؟ أنتما ماذا تفعلان؟ هيا بنا جميعا إلى غرفة الجلوس. هيا بنا جميعا إلى غرفة الجلوس. انظرا من في غرفة الجلوس. انظرا من في غرفة الجلوس. هل تريدون شايا؟ هل تريدون شايا؟ أنا أفضل عصيرا يا ماما. أنا أفضل عصيرا يا ماما. هذا ليس كتابا، هذا ألبوم. هذا ليس كتابا، هذا ألبوم. انظر يا جدي، انظر هذا أبو الهول. انظر يا جدي، انظر هذا أبو الهول. هو ليس أبا، اسمه أبو الهول. هو ليس أبا، اسمه أبو الهول. وهذا جامع الأزهر، وهنا نهر النيل، وهذا جامع الأزهر، وهنا نهر النيل. نحن في مطار القاهرة. نحن في مطار القاهرة. لا، لزيارة صديق هناك. لا، لزيارة صديق هناك.
مرحبا، أهلا وسهلا، تفضلا ادخلا. كيف حالك يا يوسف؟ أنا على أحسن ما يرام، الحمد لله. أقدم لك زميلي وصديقي عصام. أنا سعيد بمعرفتك. وأنا أيضا سعيد بمعرفتك. اجلسا من فضلكما، البيت بيتكما. صديقك رجل طيب. أنت على حق، وعنده بيت جميل. نعم، ذوقه سليم. تفضل كأس شاي. ما أخبارك يا يوسف؟ أعمل في جامعة الزيتونة. هيا بنا إلى غرفة الآلات. رائع، هذه مجموعة مهمة. عندي صديق موسيقي في فاس، وأحيانا يرسل لي آلة أو شريطا. والآن هيا بنا إلى قاعة الجلوس، عندي هناك موسيقى أندلسية ممتازة. يا أمين، هل نذهب إلى الفندق؟ أريد أن أنام. طيب هيا بنا. شكرا جزيلا يا يوسف. نعم شكرا جزيلا. العفو، مرحبا بكما دائما، هذا عنوان صديقي في فاس. إلى اللقاء. مع السلامة. مساء الخير يا نور. مساء النور، كيف الحال؟ على أحسن حال. أين ريم وطارق؟ هما نائمان. طبعا، غدا سأرسل لك طردا. طردا؟ نعم طردا، فيه صور. طارق سعيد بصور مصر، أين أنتما الآن؟ نحن في تونس، أنا وأمين في مطعم، الآن سنذهب إلى الفندق. طيب، إلى اللقاء يا نور. ليلة سعيدة. كيف حالك يا يوسف؟ كيف حالك يا يوسف؟ أنا على أحسن ما يرام، الحمد لله. أنا على أحسن ما يرام، الحمد لله. أقدم لك زميلي وصديقي عصام. أقدم لك زميلي وصديقي عصام. أنا سعيد بمعرفتك. أنا سعيد بمعرفتك. صديقك رجل طيب. صديقك رجل طيب، وعنده بيت جميل، وعنده بيت جميل. ما أخبارك يا يوسف؟ ما أخبارك يا يوسف؟ هيا بنا إلى غرفة الآلات. هيا بنا إلى غرفة الآلات. عندي صديق موسيقي في فاس. عندي صديق موسيقي في فاس. عندي هناك موسيقى أندلسية ممتازة. عندي هناك موسيقى أندلسية ممتازة. يا أمين، هل نذهب إلى الفندق؟ أريد أن أنام. يا أمين، هل نذهب إلى الفندق؟ أريد أن أنام. شكرا جزيلا يا يوسف. شكرا جزيلا يا يوسف.
هذا عنوان صديقي في فاس. هذا عنوان صديقي في فاس. مساء الخير يا نور. مساء الخير يا نور. مساء النور، كيف الحال؟ مساء النور، كيف الحال؟ غدا سأرسل لك طردا. غدا سأرسل لك طردا. أنا وأمين في مطعم، الآن سنذهب إلى الفندق. أنا وأمين في مطعم، الآن سنذهب إلى الفندق. سننتظر صديق يوسف هنا. هل أنت متأكد من مكان الموعد؟ نعم. وكيف سنعرفه بين كل الناس؟ لا أدري. ألا تعرفه؟ كلا، أنا لا أعرفه شخصيا. وأنا لا أعرفه أيضا. عفوا، هل أنتما أردنيان؟ نعم. عندي هنا موعد مع رجلين أردنيين، هل أنتما عصام أمين؟ أجل، أنا أمين وهذا عصام. فرصة سعيدة، اسمي محسن، محسن الفهري. إذن أنت صديق يوسف؟ نعم، أنا صديقه وصديقكم الآن. مرحبا بكما في مدينة فاس. شكرا على ترحيبك يا محسن. نحن نود أن نزور هذه المدينة لنعد استطلاعا، هل يمكن أن تساعدنا؟ أنا رهن إشارتكما، أنتما في العاصمة العلمية، وهذا المكان هو جامعة القرويين، رمز المدينة. من أسس كل هذا؟ أسسه رجل وامرأة. الرجل هو المولى إدريس، وهو الذي أسس مدينة فاس. والمرأة هي فاطمة الفهرية، أليس كذلك؟ بلى، وهي التي أسست جامعة القرويين. هل يمكن أن ألتقط صورا دون عائق؟ سأطلب الإذن. ماذا تريد أن تصور؟ النافورة، الصومعة، السقف، الخط. نعم تفضل. هل ضريح المولى إدريس بعيد عن هذا المكان؟ لا، هو ليس بعيدا، هو قريب من هنا. هل تريدان أن تزوراه؟ نعم، متى؟ بعد صلاة الظهر مثلا، ما رأيكما؟ فكرة ممتازة. سننتظر صديق يوسف هنا. سننتظر صديق يوسف هنا. هل أنت متأكد من مكان الموعد؟ هل أنت متأكد من مكان الموعد؟ وكيف سنعرفه بين كل الناس؟ وكيف سنعرفه بين كل الناس؟ عندي هنا موعد مع رجلين أردنيين. عندي هنا موعد مع رجلين أردنيين. مرحبا بكما في مدينة فاس. مرحبا بكما في مدينة فاس. شكرا على ترحيبك يا محسن. شكرا على ترحيبك يا محسن. نحن نود أن نزور هذه المدينة لنعد استطلاعا.
نحن نود أن نزور هذه المدينة لنعد استطلاعا. أنا رهن إشارتكما. أنا رهن إشارتكما. من أسس كل هذا؟ من أسس كل هذا؟ المولى إدريس هو الذي أسس مدينة فاس. المولى إدريس هو الذي أسس مدينة فاس. هل يمكن أن ألتقط صورا دون عائق؟ هل يمكن أن ألتقط صورا دون عائق؟ ماذا تريد أن تصور؟ ماذا تريد أن تصور؟ هل ضريح المولى إدريس بعيد عن هذا المكان؟ هل ضريح المولى إدريس بعيد عن هذا المكان؟ لا، هو ليس بعيدا، هو قريب من هنا. لا، هو ليس بعيدا، هو قريب من هنا. فكرة ممتازة، فكرة ممتازة. فاس عاصمة تاريخية، وهذه عاصمة تاريخية أخرى. من أسسها؟ أنا لا أذكر اسمه. أسسها يوسف بن تاشفين. فعلا يوسف بن تاشفين أسس مراكش، عندها اسم آخر أليس كذلك؟ بلى، اسمها مراكش الحمراء أو عاصمة الجنوب. ولماذا هذا الاسم؟ الحمراء لأن لونها أحمر. آه طبعا. هل الصحراء قريبة من هنا؟ نعم، الصحراء ليست بعيدة. في الواقع مراكش واحة ضخمة شمال الصحراء. أنت مرشد ممتاز يا أمين، أنت تعرف كل شيء. لا والله، كل هذا في الدليل. انظر تلك الصومعة الكتبية، سألتقط صورة. هل أنت في حاجة إلى مساعدة؟ لا، لست في حاجة إلى مساعدة، شكرا. ماذا يجري هناك؟ لا أدري، ربما هي ساحة جامع الفناء. هي ساحة جامع الفناء فعلا. أنت على حق، هذه ساحة مزدحمة. هنا طعام وشراب ولباس وبائعون ومرشدون، هنا كل شيء. أنا عطشان، هل تريد أن تتناول عصير برتقال؟ لم لا، هذه فكرة رائعة، أنا عطشان أيضا. هيا نشاهد تلك الحلقة. كان في سالف الزمان. المسجلة يا أمين، المسجلة بسرعة. هل تريد أن أسجل القصة؟ نعم، سأصور الحلقة، وأنت عليك أن تسجل القصة في شريط لأرسله إلى البيت. إلى عمان؟ طبعا. ما رأيك في هذين الخفين يا جدي؟ هما جميلان جدا، من أين لك هذا؟ من المغرب، في المغرب الخف هو البلغة. هل عندك صديق هناك؟ لا، ليس عندي صديق في المغرب. انظر انظر، هذا ناي من تونس، وهذا نصل من فاس، وهذه بطاقة بريدية من مراكش. وأين توجد فاس ومراكش؟ فاس توجد في شمال المغرب هنا، ومراكش هنا في الجنوب. وأين أبوك وصديقه؟ هما معا في الطريق إلى الأندلس. فاس عاصمة تاريخية، وهذه عاصمة تاريخية أخرى.
فاس عاصمة تاريخية، وهذه عاصمة تاريخية أخرى. من أسسها؟ أنا لا أذكر اسمه. من أسسها؟ أنا لا أذكر اسمه. عندها اسم آخر، أليس كذلك؟ عندها اسم آخر، أليس كذلك؟ هل الصحراء قريبة من هنا؟ هل الصحراء قريبة من هنا؟ الصحراء ليست بعيدة. الصحراء ليست بعيدة. أنت مرشد ممتاز يا أمين، أنت تعرف كل شيء.